السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دروس فكر الأسرة عن الخطوبة والجواز. وإحنا في مرحلة ما قبل الخطوبة اتكلمنا عن إن العريس بقى جالك أنت شخصيا لك وقال لك أنا عايز أتزوجك. طيب هتعملي معاه إيه ده بقى؟ أول حاجة مش هتتكلمي معاه ولا هتبيني له مشاعرك ولا هتفتحي بقك معاه خالص ولا هترفضي ولا هتقبلي. خدي بالك يعني هو لو عاجبك ما تفتحيش بقك، لو هو مش عاجبك برضه ما تفتحيش بقك. يعني فرض مش عاجبني ما اقوله لا وخلاص، لا مش عايزين نحكم احنا بنفسنا. قد يكون عريس كويس وانت بتسرعك او انت بتحب واحد تاني او هو مش يعني مش شايفاه بقى حاجة يعني عريس واو، فممكن ترفضيه وتستعجلي. لا انا عايزة بابا وماما هم اللي يرفضوه. طب فرض مش عاجبني، لا ما تحكميش، انتي قد يكون كويس وانتي لسه صغيره ومش واخده بالك من ايه من مصلحتك. اصبري لسه في مقابلات لسه قابل باباكي، يعني مش صابحين نتجوز. يعني اعملي ايه؟ هتقولي له خلاص ماشي، يكلم ابويا لو موجود اب، لو اخويا اكلم اخويا، اكلم عمي، اكلم اي ولي امر يعني انتي عندك هتكلم. طيب هياخد رقم، ياخد رقم هيكلمه بقى. المفروض بقى باباكي او ولي امرك يعمل ايه؟ ان هو يقعد معاه الاول، يقعد معاه الاول ويشوفوا كده ويختبروا ويسألوا ويتكلموا ودردش معاه، والله يستريح له مبدئيا، يبتدي يسأل عليه في بيته ويسأل عليه في شغله. في أسر بتعمل الموضوع خطوة دي وفي أسر ما بتعملهاش، وأنصح بيه ان احنا نعملها ونسأل عليه كويس، لأن طبعا في الزمن احنا فيه ده في ناس بتبقى يعني سيئة جدا جدا ومستخبية وما عندهاش أي نوع من نوع ضمير انها تقول ان مشاكلها يعني. طيب قعد مع بابا وبابا استريح له وسألنا عليه لأنه مبدئيا كويس، يعني الشكل العام كده كويس. تمام هيبتدي بقى يقعد معاكي، هيقعد معاكي بقى في النادي، لا هيقعد معاكي في البيت في وسط أهلك. انتي لك قيمة في بيتك تختلف كل الاختلاف عن في النادي، يعني انتي هو بس انتي في النادي يشوفك في النادي غير يشوفك في البيت، سعرك بيزيد. فشوف انت بقى عايزاه يقابلك فين، سالك بيزيد مش يعني هتقولي لا ده الكلام ده كان زمان يا بنتي، ده على ايامكم بقى، انما دلوقتي ده العادي وده لا، مفيش حاجه اسمها ده العادي، لا مفيش حاجه اسمها ده كان زمان. ها في حاجه اسمها الصح. الصح ايه؟ الصح انه يجينا بيتنا يشوفنا، حتى يشوف بيتك شكله ايه. يمكن انت حلوه وجميله واموره وكل حاجه، انما بيتك لا يناسب بيته. يا جماعة البيوت بتفرق وشكل البيوت بتفرق، احنا عايزين نتجوز الكفء، والكفء ده مش بس يعني شهادتنا زي بعضينا او سننا متقارب، لا مش ده الكفء. الكفء شهادة جامعية او علمية، الكفء بيت زي بعض، منطقة سكنية شبه بعضها، كفء مادي، كفء اجتماعي. الله يعني مينفعش يبقى اغنى مني، مينفعش يبقى افقر مني، ممكن بس ايه بنسب طفيفة ما يبقاش جامد، ها عشان انت ما تحسيش بالنقص معاه، يعني تبقى رخيصة بالنسبة له كده وتحس بالنقص انت يعني، او ان انت هو يحس بالنقص معاكي، فيبتدي هيبتدي بقى ده في مشاكل بعد كده، هيبتدي بقى يطلع عليكي عقد النقص بتاعته بقى، وانت فكر نفسك انت مغرورة، انت شايفة نفسك هو انت اساسا، ويقعد ينتقد. سبحان الله يعني ممكن فيه رجالة بتنتقد ارتفاع مستوى المعيشة عند زوجته. فاحنا مش عايزين نتعرض للمشاكل دي كلها، عايزين الكفء يا جماعة. طب ما جاش الكفء، اتأخر الكفء، نصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى واحد فقير وقال له ايه، لما لقى شاب قال له اتجوز، طب لما لقى فقير قال له ايه، قال له اتجوز، هو خلاص يا عم اتجوز توكل على الله، يا عم سيبها على الله، ما قدرش، عندوش القدرة على الاستطاعة المادية انه يتزوج يصوم. صومي لو انت لسه الكفء ما جالكيش، والله صومي. الصيام اهون من اللي هتشوفيه اذا تزوجتي غير الكفء. خلاص وكل ست سامعاني بالجوزة يعني بتلعن اليوم اللي هي مالت فيه ورقة الاستمارة بتاعت الجواز دي، وبإيديها هي اللي اختارت يعني، عشان قال ايه تهرب من بيت اهلها، قال ايه اصل كل البنات اتجوزت، قال ايه عايزة اتجوز بيتي. لسه يا جماعة الموضوع خطير جدا، الحياة
حياة وأولاد وبيت ومسؤوليات لا مش بالصورة زي ما أنت متخيلة. فبالتالي إحنا عايزين الكفء ده. طيب جالنا الشخص وقعدنا معاه وبتاع، فهنبتدي نسأله بقى فين؟ هتكلم معاه فين؟ احنا عايزين نتكلم معاه في الحاجات الاساسيات. سيب بقى من الحب وان احنا نطف مع بعضينا عادي، احنا كل طول ما احنا يعني متفقين هنبقى نطف خلاص. احنا عايزين بقى نقاط الاختلاف. طب ليه كده؟ معلش ما احنا لسه في مرحلة ما تخطبناش، لما نتخطب بقى نشوف بقى الحاجات التانية. ايه مناطق الاختلاف بقى؟ مين هو؟ ايه انت؟ ايه درجة التزامك يعني؟ بس مش عايزة السؤال الصريح. ليه؟ لان السؤال الصريح انا شفت ناس بتحكي لي يعني ان هو في رجاله بتكذب يعني، تقول اه طبعا انا ما بشربش سجاير، اه طبعا انا ما بقعدش على القهوه، لا 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 ما بتفرجش على حاجات حرام يعني، يكذب. اه في ناس دي. فعشان كده احنا عايزين نوقعه في الكلام. ازاي بقى؟ بصي، لما اللي تقعدي معاه ده عايزاه يقع ويقعد بقى يتكلم مع نفسه كده، هتلاقيه يكلمي عن نفسه، عن طفولته. طب وانت كنت طفل كنت بتحب مثلا يعني، حاول تجيبي مرحله الطفوله دي، لان الواحد اول ما يفتكر مرحله الطفوله بيبتدي بقى يريح كده ويمدد على الشزلونج كده ويبتدي يفتكر، او انه تلاقيه مقير كده، طفولتي انا مش فاكرها، اه مش فاكر طفولتك ليه؟ آه. لا 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 انا مش، او تلاقيه غامض بقى، اول بقى ما تلاقيه ما يجاوبلكيش على اي سؤال وما يريحكيش ما تتجوزيش. ليه كده؟ مش مريح، ما بتتكلمش ليه؟ الطبيعي ان الانسان لما نكلمه عن نفسه يتكلم، انت مش عايز تتكلم ليه؟ خلاص. طيب افرضي قابلتني انا الحركه دي، يعني كنت قاعده مع واحد كده في وسط اهلك لقيتيه مقير كده والكلمه على قد الكلمه كده وكتوم كده في نفسه، خلاص ماشي مفيش مشكله، خلاص احنا معاك لغايه ما تفك، احنا معاك لغايه ما انت تفك. ازاي يعني؟ يعني نشوفه مره واتنين وتلاتة، لسه مش هاخد القرار دلوقتي. لا بقى انت عشان انت بقى متجوزة بقى وقعدك بالك رايق، لا طبعا انا عايزة اتجوز، عايزة اخلص انا سني كبر. ما هو انا بقول لك الصح، انت بقى عايزة تستعجلي وتسرعي وتحصري اخواتك اللي نجموا، براحتك يعني القرار قرارك، بس انا بقول لك الصح. صوم اثنين وخميس، صوم يوم ويوم، ادعي ربنا كتير، استغفر ربنا كتير، اعملي اعمال خيريه، انزلي المسجد، احفظي القران، اشغلي نفسك لغايه ما يجي الكفء. انت بقى هنقول ده تمام خلاص، قعد معانا، انسجمنا مع بعضينا، استريحتي له، استريحك، كلمته في المشاكل اللي هي الخلافيه اللي الناس بتختلف عليها دايما، يعني السياسه، الدين، الماديات. الثلاث حاجات دول هم اللي هيبينوا لك الشخص ده اذا كان مناسب وكفء ليكي ولا لا. شوفي منهجه الديني ايه، شوفوا مثلا رأيه السياسي ايه في الامور اللي بتحصل حواليه، شوفي يعني مثلا ما بيجي نختلف معاه بيتضايق، بينفعل، شو بيقلب، شو بيحمر. مقابلة تانية بقى مع اهله، تبقى موضوع تاني بقى، موضوع تاني بقى لما يجي بقى يقابلني مع مامته. مامته هتيجي، اهله هيجوا، اخواته هيجوا. شوفي بقى ماما لو سمحتي استني، اه كده ايه ده بقى ده؟ ها؟ تقعدي بقى لاحظي بقى. وقعدي لاحظي كده وشوفي، عشان على فكرة الاستخارة هتبين لك. يعني انت لما تستخيري قبل ما يجي تقولي يا رب بين هولي، خلاص هو هيبين. هو هيبين. ففي حاجات احنا هنعديها ونتقبلها، وفي حاجات مش هنتقبلها. زي ما قلت لك قبل كده، بص في مقياس كده، اذا انت حسيتيه في القعدة توكلي على الله، حتى لو في مشاكل، حتى لو في بعض العقبات المادية مثلا، أو سفر مثلا في مكان تاني، في بعض الحاجات كده تغاضي عنها طبعا، ضمنها الحاجات الشكلية والحاجات السن. السن ما بيفرقش يا جماعة خالص، مش في حاجات كده أصل أكبر مني، أصل أصغر مني، أصل أدي، لا سيبك من الكلام ده خالص. اهم حاجه تفكيره، اهم حاجه رايه في الامور اللي بتحصل حواليه. طب في مقياس كده يحسسني ان احنا ممكن ننفع؟ اه ايه بقى المقياس ده؟ لو حسيتي وانت قاعده معاه انتوا ننفع نبقى اصحاب، من كلامك كده انا حاسه ان احنا ممكن نبقى اتنين اصحاب، يبقى ده ايه؟ علاقه كويسه. خلاص يبقى العلاقه دي هتنفع على فكره، العلاقه دي هتستمر وهتبقى حلوه قوي.
لو حسيتي متساءله معاه، لا بص احنا ممكن نبقى حبايب انما اصحاب مستحيل. لا خلاص يبقى اعرفي انك انتوا الاثنين هتقعدوا ناقر ونقر في البيت، وهيبقى صابر عليكي عشان العيال، وانت صابره عليه عشان مش لاقي مكان تروحيه. خلاص فيعني الحته دي لو عرفت توصل لها، هل احنا ممكن نبقى اصحاب؟ هل ممكن نتصاحب؟ انا حاسه ان احنا منسجمين قوي لدرجه ان احنا ممكن نبقى اصحاب. ده المقياس النفسي اللي ممكن تحسيه في اللحظه دي، ده غير ان ربنا سبحانه وتعالى هيبينهولك. فانا مش عايزه بقى نفض الطرف عشان ما نرجعش نقول طب سبحان الله ده انا استخرت. اي واحده تقول لي الكلمتين دول تعاني من جوازها من جوازتها وتقولي ده انا استخرت، او لا ابدا ربنا بينهولك وانت ما طنشتي. هتقول لي اه ما هو فعلا ربنا بينهولي، بس انا قلت يعني هعمل ايه بقى، اصل يعني خلاص احنا يعني في واحده مره ربنا بينهولها قبل الدخلة بيوم، قبل ما يعني قبل ما نتجوز بيوم واحد سبحان الله، يعني كان العفش في البيت هناك وكانت خلاص ربنا بينهولها. طيب قالت لي كنت اعمل ايه في الموقف ده بقى؟ قلت لها كنت تقولي له انا مش يعني مش مؤهله دلوقتي نفسيا للجواز، انا عايزه استنى شويه. تخيلي هتجيلك الجارة تعمل كده؟ اه يا ريت والله، يعني تقدر تعمل الحركة دي. عارفة ايه صديقتي يعني اللي حصل لها الموقف ده، على فكرة اتطلق بعد شهر، الموضوع كان كبير والعيب كان خطير ظهر له. طب كان ايه الأحسن لها؟ نأجل. ليه بقى؟ انت في التأجيل ما قلتلوش لأ، هو ما قلتلوش اه، هو طبعا هيتضايق، ما يتضايق هو هيضايقك. ما هو اللي انت شفتيه ده واللي انت ظهر لك ده هيضايقك. يا جماعة في حاجة اسمها زوج مريض نفسي، في حاجة اسمها زوج اصلا ندل ما عندوش اخلاق وجاي يمثل عليا ويديني شوية قرشين وشوية هدايا وبتاع يضحك عليا بيهم. انت عايزة ايه؟ ده الجواز كده؟ لا الجواز مش كده، الجواز ده علاقة جميلة جدا بين يعني علاقة حب وعلاقة صداقة ما بينك وبين جوزك. ما ينفعش ان انا اتجوز واحد خاين، واحد غدار، واحد سوء خلق، ولا واحد عصبي، واحد الادب، واحد متعصب لما يضرب، ايه الكلام ده؟ ايه العيشه دي؟ ونرجع بقى نقول اصل محاكم الاسره اصل الطلاق، اصل بلاش يا جماعه الطلاق عشان العيال. لا فاحنا عايزين ايه؟ نختار كويس وما نتسرعش ونستخير ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبين لنا العيوب ويقدرنا كمان سبحانك يا رب. يعني عايزين كمان معونه من ربنا انه يعيننا ان احنا نتصرف لما نلاقي العيوب دي. السلام عليكم.